ما قادر انه يفوت، عم بقوله ما قادر من اللينك. سلام. ايه صبايا، انا معك عم بسمعك، انت عم تسمعوني؟ ايه عم بسمعك، بس في منهم عم بيقولوا انه اللينك اللي على الجروب ما عم يمشي حاله. ايه طب اعطيه اللينك من عندك، يمكن انا ببقى يلا رح ابعته انا. اعملي معروف، اعملي معروف. دكتورة، ايه نعم. آخر يمكن آخر هذيك المحاضرة كان عندي أنا كم سؤال عن ايه تصحيح فكرة عملناه، قلتي لي المرة الجاي أول المحاضرة، تذكرتي؟ ايوه ذكرتك، يلا اسألي اسألي، ذكريني شو السؤال. هي نحن عملنا تصحيح لفقرة لعلامات الترقيم، كانت ايه الفقرة هي أهم ما نعم يلاحظ في القرارين السابقين هو تطويع القوانين الدولية لتتناسب ومصالح الدول الكبرى. هون ليه حطينا الواو ومصالح؟ نحن قلنا هون واو المعية، نحن قلنا هون واو المعية جاي مصالح، هون مفعول به، واو المعية عطفت المصالح على شو الجملة اللي الكلمة اللي قبلها؟ لتتناسب الفعل. ايه هي في هون لتتناسب مصالح ما بعرف مين مع كذا، عرفت كيف؟ هلا حتى ما يرجعوا يكرروا مين مع مين، بس بتحطوا اللي تتناسب ومصالح او المصالح الدوليه، عرفت كيف؟ يعني هيك عطف مفعول به على مفعول به بطريقه بشكل موجز جدا جدا. هنا البلاغه، هي هون لما بقول لكم البلاغه، هون البلاغه، عرفت كيف؟ هي واو المعيه، ناسب يعني مع مصالح هون نعربها مفعول به. يعني نحن هون حطينا لتتناسب، هي كانت يمكن مع مصالح الدول الكبرى، فنحن بدل ما نضلنا ايه مع 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 فحطينا واو، خلص انه صارت عاطفة. لا مش لا، مع بتعني كيف بدي اقول لكم، مع هي حرف جر، المع يعني مثل انه اثنين عم يمشوا مع بعض، مع بعض، شفت كيف انا تلقائيا طلعت معي مع بعض، عرفت كيف؟ اثنين عم يمشوا مع بعض. بس هون للاصح انا استعمل واو المعيه مش مع، لانه هون مع ما بتجي كيف بدي اقول لك، يعني فاهمه انت يعني بستعملها صح كثير، بس اوقات عن جد خليكي مع شوي بس افتحها على الشغل. هلا انت شو المشكلة عندك؟ ما تقدر تتميزي بين المع والواو؟ أنا ما عرفت إنه حط إنه يعني بدل إنه مع إنه حط بداله واو، إنه أنا كنت حطيتها مخليتها مع مصالح الدول الكبرى. هو غلط إذا تركناها مع دكتورة؟ هلا هو اذا بتجي للدقائق، بس يعني بيصير في احيانا تساهل، بس انا دكتوره مثل ديما يعني ما عرفت انه لازم شيل الماء وحط بداله واو. Very happy.
استعملت حدث مرتين كمان، انا سرعت حتى الحق على الوقت وما لحقت. طيب يا دكتورة بلشت تشرح يعني سمعي رجع برواق وبرجع بعطيكم القاعدة على الواتساب. ايه شو الفرق بين هاي وهاي؟ ماشي. نحن وصلنا اخذنا المقال مهي وعملنا تطبيق عليه. دكتورة لو سمحتي. دكتورة بعد اذنك تفضلي. كمان انا عندي كم سؤال عن ادوات الربط، كنت عم بدرسهم لانه امبارح، فكنت بدي اسالك سؤال. اذا منقول ما اطول الدرس وما أكثر التمرين، منحط فاصلة وما أكثر التمرين، صح؟ إيه صح. أوكي. صح إيه. دكتورة. الجملتين مفصولين عن بعض. أوكي. دكتورة كمان كان في مثلاً إن حاطين إحنا وثانياً، هني كان في أولاً وثانياً وثالثاً، فحطينا نحن وثانيا وحطينا الفاصلة المنقوطة. هلا نحن الفاصلة المنقوطة بالعادة بنستخدمها إذا كنا مثلا جملة في سبب لإلها، يعني سبب ونتيجة. إيه. بس هون إنه ثانيا إنه ما إنه ليه حطينا فاصلة منقوطة؟ في كمان على الأرض. حطها. أنت حطيتيها. إيه صح أنا حطيتها. مهضومي أنا هيك بنحطها. إيه أنا حطيتها. ليك. هون لأنه ثانياً حطينا فاصلة منقوطة وكفينا حكي، لأنه لما تقولي ثانياً يعني معناتها شو؟ يعني هذا الثانياً مرتبطة باللي بعدها، عرفت كيف؟ مش بالضرورة يكون في عندك سبب ونتيجة، مش ضرورة 100%، في أغلب الأحيان فاصلة منقوطة بتجي هيك إنه عندك سبب ونتيجة، جملتين مرتبطين سبب ونتيجة. بس ثانياً بدي كفي حكي. هلا أنا ثانياً هون مش عنوان، لو عنوان ما بحط لا فاصلة منقوطة ولا فاصلة عادية، بالعكس بحط نقطتين فوق بعض أو بحط هيدي الشحطة الداش. بس أنا هون من باب اللفت نظر القارئ أني عم بتحدث عن أكثر من عنصر، عن أكثر من سبب بقلب السياق، يعني مش عم خصص له شيء أنه عندي ثانيا فيها كتير حكي لثانيا، لا عرفت كيف؟ فيها ثانيا فيها كذا وكذا 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 وكذا، يعني بدي اطلع عددهم الف وباء وتاء، ما في هيك شيء. بما انه ما في هيك شيء فبحط الفاصله المنقوطه لميزها عن الفاصله، لانه معناتها مرتبط باللي بعده، يعني هذا ثانيا مرتبط لحالها. شو ثانيا لحالها ما فهمنا شيء، عرفت كيف؟ اذا هي حطينا لها فاصله منقوطه لنربطها باللي بعدها. فهمت عليك، يعني لانه بدنا نشرح من بعد شيء ما فينا نحط. أحسنتي. وأول معي لك هلأ عشية رواء كمان ستر بعد ما جبلنا الكهرباء، بعد ما دورنا الاشتراك، الله يستر ما يكون خربين، الله يستر. يعني عن جد دكتورة وأنا رح أذكر حضرتك كمان بواقعية، لأنه كمان مثل أنا كمان مثل قصة ديما بواو المغية، فكمان يا ريت حضرتك بتذكر. مش عم بعرف أنتي بتكون واو عطف وأنتي بتكون واو مغية. ايه هلأ عشية بس أنا حخريني بس للروء. ايه لأنه يوم بالمرة مش أنتي في خيط دقيق بينتهم. هلأ عشية بزبط لكم الإجابة وببعث لكم إياها ماشي؟ لو سمحت. وكنت قلتينا انه بدك تبعتينا نص صغير للتلخيص، بس حضرتك ما بعتي كرمال نرجع نعمل تطبيق عليه. عن جد ما بعتت؟ ليه ما ذكرتوني؟ فكرت اني بعت. طيب نحن اخذنا المقاله مش هيك؟ ايه صح خلاص نحن مش هيك؟
واخذنا التلخيص. ايه مزبوط. خلي بس افتح على الدروس. شو بدنا نعمل اليوم؟ نعم؟ شو بدنا ناخد اليوم؟ يلا طيب، عطينا على الترقيم، عطينا أدوات الربط، عطينا التلخيص، عطينا إعادة صياغة، مشاركة الكتابة في الكتابة الجملة والفقرة وهودي، عطينا المقالة. ايه مزبوط. طيب عم تعملوا ريكوردينج ما هيك؟ لأنه أنا ما عندي كهربا دكتورة. ما قادرة أضل معكم. بس رح أقول لك عم نعمل ريكوردينج. أوكي. عم نعمل. أوكي رح أحضرها بعدين، وإذا عندي أي سؤال بعد إذنك بسألك. أهلا وسهلا حبيبتي زينب، أهلا وسهلا حبيبتي. طيب خليني بس أفرجيكم نموذج من امتحان. دكتورة هذا صوت أرجيلي من عندك طالع؟ إيه نعم. ما بعرف، في صوت مثل أرجيلي على نص. أنا جد عم بيقطش. في حدا دكتور الهيئة ما بعرف إذا من الزملاء عم بيأرجل، في صوت أرجيلي بالميتينج. خي ايش الكهرباء، ايش الكهرباء بقى منى. منى المروحه، المروحه اين النص عندكم؟ اشهد ان لا اله الا الله. بعديها بعديها شباب، بين النص عندكم؟ صبايا بعد ما بين. لا ما بين. ايه بعد. خليني افصل وارجع اشغله من اول وجديد. هلا بين. ايه هلا بين. ايه عم تبين. دكتورة انا عندي مش مبين ولا انا مبين ولا عندي. شغلة ظهرة الدكتورة مش مبين هون اسمه. ايه صح ظهرت.
أي سلام. أي سامعينك نحن. هلا راح لأنه راح وإرجع، راح وإجا. حأرجع أفتح لكم عليه. ايه سلام، عم يلعب فينا هذا النت، عم يلعب فينا. بيان ايه مفترض بيان عند الجميع. رجع راح ورا بيان ورجع راح بيان رجع راح. طيب حارجع اعطيكم اياه. هلا لا ما بين عندي. هلا لا ايه هلا بين. انا بعد ما بين. مين بين عندي؟ ايه هلا بين. انا تمام تمام. هذا نص انا جبته للامتحانات من 3 سنين، تطور الحياه الاقتصاديه والاطراد العلمي. مثل ما ملاحظين الفقره الاولى رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4. النص مؤلف من 4 فقرات. النص مؤلف من 4 فقرات. شوفوا الأسئلة. لا 6 فقرات، 5-6 عفوا، 6 فقرات، 5-6. طيب هون ما بالضرورة انه هون انا طالحة في فهم التحليل، هذا لصف للاختصاص غير اختصاصكم. ما القضية التي تستأثر باهتمام الكاتب والأسباب الدافعة على طرحها؟ أجب بالاستناد إلى الفقرة الأولى من النص. الفقرة الثانية حقلان معجميان متعارضان، عينهما ورصد عناصر كل منهما وبين الخلوما العلة التي يشكو منها الكاتب ووضح علاقتها بالقضية المطروحة. في النص ملامح أدبية متنوعة استخرج بالاستناد إلى الفقرة الثالثة، 4 منها مدعمة بالشواهد. أوجد بأسلوبك الشخصي وفي حدود 30 كلمة الحل الذي اقترحه الكاتب في الفقرتين الرابعة والخامسة من النص مع الخامس. أضبط أواخر الكلمات. السادس يغلب على فقرة النمط البرهاني في التعبير الكتابي. إيه هلا يمكن انا اجيب النص نفسه بس غير الاسئله. يعني زي ما لاحظين انتم هون هذا الاختصاص غير اختصاصكم، يعني لا طالب علامات ترقيم ولا طالب ادوات رابط ولا طالب انه يلخص ولا طالب انه يعمل طالب التعبير الكتابي. هو التعبير الكتابي هو عباره عن مقال. ماشي طيب دكتوره. ايه نعم ممكن سؤال بس؟ أكيد اسألي. هلا نحن بالامتحان ما بيجينا مثلا نعرف المقالة أو شيء من سماتها أو شواهد صح؟ ما في حفظ. لا ما في يجيكم شيء حفظ نهائي. ولا الأنماط؟ لا أوكي حيجيكم بس بدي في نص أنا قريب بدي تكون بدي أشوفه حطته. خلينا نحاول نطبق هذا النص. عندنا بالفقرة الأولى إن نطور حياتنا الاقتصادية، لاحظوا فاصلة، وإطراد تقدمنا العلمي فاصلة، ويقزد شعورنا بقومتنا وشخصيتنا فاصلة، وازدياد اتصالنا بالعالم وتقديرنا لمركزنا فيه فاصلة، وإحساسنا بتبعاتنا وبكرامتنا إزاءه. كل ذلك جعل التفكير بالإصلاح الاجتماعي ضرورة أو أولية فاصلة. وبخاصة هاي بخاصة قلنا هاي خطأ هاي صح بخاصة ولا غلط خطأ شائع؟ لا ما نصح
ايه لا قلتي لنا وخاصة، هو كاتب وبخاصة. انا عم بسألكم صح ام خطأ شائع؟ خطأ مثل اثناء، في اثناء. نعم مثل اثناء هي لازم نحط فيه اثناء من قول خاصة. بس بخاصة صح ام غلط؟ غلط من قول خاصة غلط. ايه صح غلط، بدون الباء. بدون الباء. ايه وخاصة بعد الذي أصاب حياتنا الاجتماعية من اضطراب أرهب شعورنا بحاجة إلى هذا الإصلاح فاصلة وضعف من حصلنا عليه نقطة، ولكن بأي إصلاح تبدأ وما هي علة الاضطراب إذا شنو في حياتنا الاجتماعية؟ أنا عم بسأل سؤال، هل صحيح أنه عندي ثلاث تسطر ما ونص ما فيه يعني فاصلة 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 فاصلة، مش لازم أعمل في محل لازم أعمل فيه نقطة علامة ترقيم النقطة؟ وين لازم حط نقطة؟ ام بلا لازم حط نقطة كلهم فواصل. وين؟ وين 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 لا وين؟ قبل وخاصة. لازم لا قبل وين؟ قبل كل ذلك. قبل شو؟ كل ذلك. ردي محله. أحسنتي برافو عليك. إزاءه نقطة كل ذلك جعل. أحسنتي برافو. إذا شفت كيف؟ إذا هون لازم نحط نقطة ومنكفي الباقي. طيب علة الاضطراب تشكو منه هو ما أصاب عواطفنا تجاه الآخرين. مين بيحب يقرأ لنا؟ لأنه أنا اليوم كتير حيكي اليوم يعني. علة الاضطراب مين بيحب يقرأ؟ جدا صبايا هو عشان هيك لانه بعيد. ايه عم قلت دكتورة انه مش واضح منيح عشان هيك مش هنعرف نقرا. ايه حكبرت انا الخط. هيك احسن. وهلا رسم شوية أنا خليني أخلص الدرس. إيه وهلا واضح الخط؟ إيه دكتورة واضح. إيه يلا مين بيحب يقرأ؟ أنا رح أقرأ دكتورة. تطور الحياة الاقتصادية والإطراد العلمي. إن تطور حياتنا الاقتصادية وإطراد تقدمنا العلمي ويقظة شعورنا بالخوف. علة الاضطراب الذي نشكو منه هو ما أصاب عواطفنا تجاه الآخرين من ضعف جعل الواحد لا يفكر إلا في نفسه، وجعلنا في صلاتنا بالآخرين لا نعنى إلا بمقدار ما لهذه الصلات من نفع اجتماعي لنا. هذه الأنانية جعلتنا ننسى كل معنى للتضامن الاجتماعي، وجعلتنا لا نرى الحياة في الحياة خيرا إلا بمقدار ما يرضي حبنا لأنفسنا. وليت هذه مش واضحة الكلمة عندي دكتورة. الآثرة. وليت هذه الآثرة كانت في غاية إنسانية سامية نريد من ورائها مجدا يبقى على الزمن فنذكر به، لكن آثرتنا تتصرف إلى ناحية تنصرف إلى ناحية مادية بحتة. دكتورة أنا أقطع التالت بس أول فقرة مبين منه. ولا شيء أفتك بحياة الجماعات من هذه العلة، فهي تضعف النفوس أقدس المعاني وأسماها، تضعف عواطف الأمومة والأبوة والبنوة والزوجية، وتمزق عواطف المحبة المتبادلة بين الناس، فتقتل فيهم معاني الكرامة والنخوة والنجدة والوفاء
تقضي فيهم على خلق الاعتراف بالجميل وتحل محله الحسد والتنابذ، بل هي تفسد فيهم ما هو أسمى من ذلك، ما هو أسمى من ذلك كله وأكرم شأنا، كله وأكرم شأنا. تفسد الإيمان المستنير بالله وتحل محله التعصب الذميم والكراهية الحمقاء. لذلك ينسون الحديث الشريف القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما ونحن نلمس العلة ونعرف مصدرها، أترانا لا نزال قادرين على مقاومتها في هذا الجيل الذي نعيش فيه؟ وهل نستطيع أن نقضي على أسبابها؟ أستطيع أن أؤكد مطمئنا. حبوبة خلينا نوقف شوي، خلينا نوقف شوي. إذا سألت ما هي الفكرة الرئيسية للرقم للفقرة رقم 3، شو بتقدر دكتورة عم بيقطش صوتك. اللي عم تقرا دكتورة عم بيقطش صوتك. بس عم بيقطش صوتك، ما قدرت اسمع السؤال مزبوط. عم بتقول شو هي الفكرة الرئيسية اللي بفكرة رقم 3؟ الفكرة الرئيسية هي عم تحكي عن العلاقات بين بعض، قديش نحن عم نبعد عن كل شيء حلو وعم نقرب من كل شيء سيء عم بيحل محله. دكتورة هون عم يحكي إنه ما عاش في المحبة والترابط بين الجماعات، بين الأسر، بين العلاقات بشكل عام. يعني ما في عواطف ومحبة وإخلاص ووفا مثل الأول، بالعكس صار هيدا الجيل أناني وبيحب حاله أكتر. يعني وين مصلحته بتكون بيلحقها. دكتورة إذا أنت عم تحكي نحن ما سامعينك. دكتورة كتير عم بيقطش الخط. دكتورة أنت عم تحكي؟ إيه أنت عنا يوم تاني اللي هي المادة أنت. دكتورة ما سمعناكي أبداً، شو جاوبتينا بعد ما قلتلك الجواب؟ إيه؟ دكتورة هو المفروض إنه اليوم آخر يوم لازم تعطينا تكفيز لهيدي المادة؟ ليش اليوم آخر يوم؟ نحن 16 شهر بدي خلص منخلص تدريس. ما التنانجة عطلة العيد. ايه سبت احد تنان تلاتة عطلة. احنا عندنا سبت عنايا سبت عنايا سبت يعني؟ لا. انا دكتورة نحن بالاصل بالبرنامج عنا اياكي تنان. ما النت راح على الاخر بس. دكتورة نحن لا شو بدي بالاصل؟ لا ترجعيني على الاصل. ما نحن اخذنا يوم زيادة عم نكسف، ترجعيني على الأصل. أي يوم تاني عنا؟ أنت عم تعطينا يا خميس يا جمعة، ما بقى يعني حسب أنت بتقلي لنا، مش نحن اللي ما يعني محددنا نهار ثابت. إيه لكن هو إيه هيدا قصدي إنه ما في نهار ثابت تاني. إيه العطلة بتبلش من الجمعة. العطلة من السبت. طيب لأنه أنا عم بسمع بشكل كتير مقطش، قلت بسمعني بشكل كتير مقطش، انه بس يضع انه بس اذا يروح الاشتراك او تروح الكهرباء كتير الواي فاي عندك كتير بيضع. اذا بدك ابعتي لنا على جروب والاشتراك.
دكتورة جات عندك مش منيح أبدا. دكتورة أحكينا على جروب فويس إذا بدك. عم نسمعكم يلا لأنه ما رح ما عم نفعت يلا.